السلام عليكم بنات، عطلون كان بخير. مرحبا بكم في قناة قلم دي زاد. اليوم جبت لكم فيديو هايل راح يفيدكم بزاف. راح نحكوا على ثلاثة أشخاص لازم تجلسيهم. حكينا على شخصيات من قبل مليح لو كان تخالطيهم، مليح لو كان تكوني كاسبة هذاك النوع من الشخصيات، ولكن اليوم راح نحكوا على ثلاثة أشخاص لازم يكونوا في حياتك موجودين لأنك راح تستفادي بزاف بزاف منهم. أول شخص راح نحكوا عليه قبل ما نبداو، راكم شاركوا في القناة، تفعلوا الجرس، لايك الفيديو هذا البنات، لايك بليز. كاين اللي طاقيوني في الانستغرام يقول لي صحيتي بارك الله فيك والفيديو افاتني، انا بصح ما نكونش فيه لايك، ما يديروش اللايك لانهم ينساو، مع انني نذكركم في بدايه كل فيديو، فحطوا لايك باش تشجعوني. وثاني كي تحطوا بزاف لايكات دقت لي ما بيش علاش نحط لايك، كي تحطي بزاف لايكات اليوتيوب يفهم بلي هذا الفيديو مفيد فينشروا اكثر، وبالتالي تكوني انت ساهمتي ثاني في افاده ناس اخرين. هذا حسابي الانستغرام تبعوني فيه تلقاوه في صندوق الوصف. ندوزوا مباشره للموضوع اللي طولت. اول بنادم لازم يكون من المعارف تاعك ولا من اصدقائك ولا من الناس اللي تخالطيهم وتجالسيهم هو الانسان المثقف. هذا لازم يكون في الليست تاعك. علاه؟ لان الانسان المثقف يطلع لك النيفو تاعك، يطلع لك بزاف المستوى تاعك، ينسيك في همك مثلا اللي تكون عندك هم، ولا ينسيك فيه كامل، تجي تشكيله تجي تبكيله يسمع لك ومن بعد يقلبها كامل عليك، فيفكرك فوش كاين في الدنيا مثلا، يحكي لك حاجه تجدد صراو مثلا، يحكي لك على ديكاس مع بيهم مثلا، تكوني مريضه كاش مرضي يحكي لك على امراض واحده اخرى خطيره اكثر فانت تنسى همك، ولا اما المهم ينسيك في همك لانه مثقف، يعرف كيفاش يهضر، يعرف كيفاش يحل المشاكل. الثاني ما يزيدش عليك الذنوب. واش معناتها؟ كاين الناس غير مثقفين، كيقول مثقف سبب باتي غيكون قارية، قال لك عطيهوني فاهم والله لا قرا. مثقف يعني اللي طالع، اللي يسمع بزاف، اللي يقرا بزاف الى اخره. فممكن انه تلقى بزاف ناس ما عندهمش دي سوجي يحكوا فيهم، فالموضوع الوحيد اللي يحكوا فيه هو انهم يقطعوا في الناس، ثم انهم يجبدوا اعراض الناس ويهضروا عليهم ويهضروا ويزيدوا لك ذنوب، وانت كي تسمعي ممكن انك تشاركي معاهم. الانسان المثقف غير، يعني الانسان المثقف عنده بزاف مجالات يحكي عليهم، وبالتالي ما يلقاش وقت انه يمنشر في الناس ويزيد عليك الذنوب. ثاني الانسان المثقف يجيب لك الخير، يجيب لك الخير ويحب لك الخير، كاين فرق بيناتهم. يجيب لك الخير صافي كيعلمك كيوجهك كيثقفك الى اخره، هو جاب لك خير ليك انتيا، وتاني يحب لك الخير. علاه؟ الانسان المثقف اصلا راهو طالع بزاف، اصلا يحس باللي النيفو تاعو طالع بزاف، شخصيته قويه تاني، فما تصيبهش شي غير منك اذا كان انت عندك حاجه تخر منه، ولا مثلا يتحسس منك، ولا ما تصيبهش كامل عنده هاد التفاهات هذوما، فيحب لك الخير. الا شافك انت حابه ديري حاجه ولا حابه تقراي حاجه ولا مباشره يحب لك الخير باي طريقه، مثلا يوجهك ولا دوك نحكوا عليها. فدائما الانسان المثقف يحب لك الخير ويجيب لك الخير. ثانيا ولا ثالثا، المهم ثاني الانسان المثقف يفيدك ماديا ومعنويا. واش معناتها ماديا ومعنويا؟ كي نقولوا ماديا صرات باتي دائما دراهم، الانسان المثقف اذا كان عنده دراهم ويفيدك تخي تخي بيا ماديا يسلف لك، ولا المهم يفيدك ماديا، يعني لانه مثقف يعرف، فاذا طرحت عليه مثلا مشروع ولا طرحت عليه اي حاجه حابه ديريها ولا اي مشكل وقعتي فيه، يوجهك للناس اللي يعرفهم، يوجهك الافكار الجيده اللي في راسه، يوري لك الخير وين راه، يوري لك الشر وين راه، يوري لك الطريق الصحيح وين راه، فتستفادي طبعا منه ماديا لانه هذه حاجه ماديه. اما معنويا كيفاش يفيدك؟ يدعمك، تصبيه بزاف يدعمك، لانه الانسان المثقف مثقف يعني ثقافته واسعه، مطالع على بزاف حاجات، مثلا يعرف واش معناتها الشغف، يعرف واش معناتها مثلا مشروع، يعرف واش معناتها حاجه ما تكزيستيش، اذا كنت حابه ديري حاجه الناس ما يعرفوهاش، ولا ما يفهم انه ممكن تقدري تنجحي فيها، ممكن انه اي حاجه لازم الواحد يجربها، لازم الواحد يبدا بها من بعد يشوف الا حيخسر ولا حينجح. يعني مقارنة بواحد ماشي مثقف يقول لك لا لا ما تخسريش دراهم، ما تديري واش داروا الناس باش تمشي لك الى اخره. فهذا الفرق بين انسان مثقف وماشي مثقف. المثقف يفهمك مليح مليح. ثاني المثقف ما تمليش معاه، يعني دائما عنده مواضيع جدد، دائما عنده مواضيع مختلفه، فدائما راكي في فايده معاه، ولهذا لازم يكون عندك من بين الليست تاعك واحد مثقف اذا ما عندكش ابحثي عليه. ثاني انسان لازم يكون من بين قائمه المعارف تاعك هو الانسان المدين، على الاقل واحد، على الاقل لازم يكون مدين. يعني شوفوا
اذا حبيتي انسان على جال الدين تاعو، اذا حبيتي انسان على جال انه يفكرك في الدين، في ربي، في الاخره، في الدنيا الى اخره، فهنا عارفي بلي اذا حبيتيه فقط في الله، يعني هذا الشيء راح يخليك من بين السبعه اللي ربي يظللهم تحت العرش تاعو نهار القيامه، وهذه حاجه عظيمه بزاف. فهذه اول حاجه. ثاني حاجه، ثاني الانسان المدين دائما يفيدك، دائما يفيدك الدنيا واخره. كيفاش يفيدك الدنيا واخره؟ يعلمك حاجات ما تعلمتيهمش، ما كنتيش تعرف فيهم، ممكن حاجات صغار بزاف عندهم فايده بزاف كبيره، ولا عندهم ذنوب بزاف كبار وانت ما كنتيش قادره لهم حساب، ولا ما كنتيش اصلا تعرفيهم، ممكن حتى والديك ما كانوش يعرفوهم. فمليح انه يعلمك دائما حاجات صغار خفاف هكا، ديزاستوس الى اخره، ادعيه هكا فقط يفيدوك بزاف. فهذه مليح انه يعلمك. ثاني الانسان المدين عكس الانسان اللي ماشي مدين. الانسان المدين صبيه يحب لك الخير، صافي دير ينهيك على المنكر. اذا شفتي انسان ينهيك على المنكر فقط لانه ينهيك على المنكر، هذا منكر راك ديريه، ماشي انه غاير منك، ولا لانه حبي يستصغر من قيمتك، ولا حبي يجبد لك هكا حاجه كي حابه كي غلطه فيها. هذا الانسان شدي فيه بسنانك، لانه في العصر الحالي شوفوا كاين، مازال كاين ناس يامروا بالمعروف، بصح جيبيلي الناس اللي ينهيو على المنكر حاجه بزاف واعره. الناس اللي ينهيو على المنكر قلل بزاف للاسف. علاش؟ لانه يخافوا، لانه يحشموا، لانه الوقت تاع دوكا تلمو، الناس ما ولاش تنهي على المنكر. كي تجي تنهي واحد يقول لك واش دخلك، عايش في روحك، علاش راني حارق جامع، يعني تلمو ولات حاجه عظيمه. فاذا شفتي واحد ينهيك على المنكر شدي فيه. وتاني يامرك بالمعروف، يوري لك الحاجات الملاح اللي لازم ديريهم الى اخره، فهذه حاجه بزاف بزاف مليحه. تاني يوجهك للخير، تلقايه مثلا في فتاوى انت ما تعرفيش كيفاش تتعاملي معاهم، فغير تجيك استفسار تروحي مباشره تعيطي له تقول له كيفاش ندير هذه، اسكو يجوز هكا، اسكو يجوز هكا. وتاني مليح لو كان يعني يكون مدين مليح، صافا دير ماشي هذاك المتشدد المغلوق اللي يتبع الناس غالطين، وماشي هذاك المطلوق اللي تعرفوني صريحه بزاف، ونا تعرفوني نهضر وجوم وفو. نعطيكم مثال فقط، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ياتي زمان يجوا فيه دعاة على ابواب جهنم. مش معناتها دعاة على ابواب جهنم؟ يدعي الناس ويديهم للنار، يعني يدعي الناس لحاجه غلطه. دوك نعطيكم مثال، خطره بودني سمعتها، لو كان ما سمعتهاش بدي ما نحكيها لكمش. خطره كنت فارغه شغل قاعده نسمع، شفتوا الحصه تاع فتاوى على الهواء تاع الجزائر قبل ما تكون الانترنت الى اخره، ما كانش عندنا، كانت المحتمه نشوفوا الجزائر. ف وحده عيطت له قالت له انا ماشي دايره حجاب، قالت له انا حبيت ندير حجاب، اسكو نورمال ندير حجاب نص نص؟ يعني اللي كانت وصل واحد، شوفوا هي ما شاء الله عليها من الحرص تاعها خافت، يعني حبت تستفتي اسكو هي شافت بلي كاين ناس يديروا حجاب كومبلي، كاين ناس يديروا حجاب نص نص، ما عرفتش وين راه الصحيح والغلط، قالت نستفتي. هذه خطوه جد رائعه منها، ما شاء الله عليها، ان شاء الله ربي يزيدها حرص، ان شاء الله ربي يزيدها هدى ان شاء الله. المهم عيطت له، شقات روحها وعيطت له، قالت له اسكو يجوز لي؟ اش قالها؟ المهم تستري روحك. قالها وي انت ياكي بلا حجاب دوكا، المهم تستري روحك، هذا غدوه عند ربي يحاسبه. قول شكون قال لك قول هاك؟ اسكو انا فرضت الحجاب بهذه الطريقه؟ اسكو انا قلت لكم المهم تستروا روحكم، عطيتكم شروط في الحجاب تا 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 تا، اللي داروا داروا، اللي ما داروش ما داروش، انا نحاسب عليه. بصح ما تقولش انت باللي واحد ما يعرفش ميم با وراه الحجاب صحيح تروح تقول له المهم استروا روحك، دير وخلاص. على هذه اللي دير وخلاص، دير وخلاص، ولا للاسف ولا الحجاب بزاف يتلاعب به لدرجه انه ولا بعض البنات يديروه فوطه تاع الحمام للاسف، يعني ولا مفهوم الحجاب حاجه اخرى، ولا مفهوم الحجاب هو مفهوم الخمار، حجاب خمار صافي نغطي شعري، هو ماشي هكا الحجاب. واكل هذا تتهكم كمثال فقط لنوعيه الدين اللي ما لازم تبعه، ما لازمش تبع هذوك المطلوقين بزاف، ما لازمش تبع هذوك المتشددين بزاف اللي ممكن ثاني يضلوك على الطريق. مليح ادعي ربي يطيحك في واحد مسقم، ولازم يكون ثاني في لاليست تاعك. الجزء الثالث، النوع من الانواع اللي لازم يكونوا في لاليست تاعك. شوفوا حبايبي تعرفوني انا صريحه، تعرفوني نحكي على الواقع، انا ضد الكماليه وداك، وندير فيديوهات مثلا باش نقول لكم فوالا كيفاش لازم تسيري، فوالا كيفاش لازم تكوني بيرفكت. ما كاش انسان بيرفكت، مستحيل يكون انسان كامل، ومادام عايشين في الجزائر، مادام لي انتمي الى عائله بسيطه، فنعرف تخي تخي بيان حياتك كيفاش تسير هكذا. من بين الناس اللي لازم
تعاشريهم ولا بين الناس اللي لازم يكونوا في لابيس تاعك، على الاقل واحد منهم هو الانسان الاجتماعي. واش معناتها انسان اجتماعي؟ اللي عنده بزاف معارف، يعرف بزاف ناس، يخالط بزاف ناس، يحب يتعرف على ناس جدد. هذا النوع ينفعك، على ينفعك، يعرفك على ناس يفيدوك، ها، يعرفك مباشره على الناس يفيدوك. كيفاش يفيدوك؟ شوفوا، كاين مجالات يليق لك يكون عندك فيهم المعارف. اول مجال فيهم هو مجال الجامعه. الجامعه كي تجي تسجلي مثلا يبعثوك التخصص ما تحبيهش وانت حابه تدرسي هذاك التخصص وعندك امكانياتك الى اخره، فهنا من الجيد جدا انك تعرفي انسان عنده شويه معارف، انسان يقدر يسجلك، انسان مثلا تاني تكوني تحصلي على خدمه، مثلا يصيب لك خدمه على حساب المستوى تاعك الى اخره. ولكن هنا ما نحكوش على المعرفه اللي ما تجوزش. المعرفه اللي ما تجوزش هي المعرفه بون، ما نحكوش على الرشاوي هذوك، كاع ما نحكوش عليهم، ولكن المعرفه اللي ما تجوزش هي تدي حاجه بالمعرفه ماشي من حقك. واش معناتها ماشي من حقك؟ مثلا تدخلي تدرسي مجال انت ماشي مستوى تاعو، يعني المعدل تاعك مثلا تاع البكالوريا ما يسمحش، ولا تدخلي تخدمي حاجه انت ماشي جايبه فيها شهاده، هذه ثاني معرفه اللي ما تجوزش. وكاين خلونا، المهم مليحة المعرفة، خاصة الإنسان مثلا مثلا تكوني تخدمي في شركة، ولا إنسان يعرفك على كامل وش كاين في الشركة، الناس اللي ملاح ولا الناس اللي ملاح جالسيهم، الناس اللي خطك منهم واعرين إلى آخره، بغض النظر عن الناس اللي نهار كامل هي ثرثة وتجيب في اخبار الناس إلى آخره. هذا مشي إنسان اجتماعي، هذا إنسان فارغ شغل ويحب الذنوب ويمنشر في كاع الناس. ولكن الانسان الاجتماعي هو الانسان اللي يفيدك انت، يديك، يوجهك، يفيدك، يعلمك الى اخره. فهذا الناس مليح لو كان يكونوا في لاديستاك، راح تصيبهم بزاف بزاف. ثاني كاين بين الناس الاجتماعيين هما ناس سبحان الله معطيت لهم عند ربي، مثلا تصيبهم بزاف عندهم معارف في الخطبه، مثلا تصيبها صابت هذه الطفله تم تصيب لها عريس، تصيب هذا الحوس يخطب تم تصيب له عروسه. هذا الناس اللي عطيتهم لعند ربي، مليح لو كان تعرفيهم مثلا يوجهوك يعطوك يعرفوك على الناس ملاح الى اخره، او انك مباشره تقترح عليهم ناس واحد اخرين فمباشره تعرف بلي تجيب لك ناس ملاح. يعني هذا هما الناس الاجتماعيين، صافا دير الناس عندهم يعرفوا بزاف ناس. هذا هو شنو معناتها الانسان الاجتماعي، ماشي صافا دير معرفه نديك منك معرفه وخلاص، لانه الانسان الاجتماعي يفيدك، خاصة إذا كنت انت شوية منطوية، شوية معزولة، شوية ما تحبيش تخالطي الناس، ما تحبيش تعرفي على ناس جدد، راح يكون عندك وسيط بيناتهم. فوالا، هذا هو كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو فيديو آخر بإذن الله، السلام عليكم.